السلام عليكم خوتي احبابي، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. نتمنى من الله تكونوا في احسن حال وفي صحه جيده. شكرا على التشجيعات ديالكم وشكرا على الدعم للقناه بدل لطيف قنوري. الان حنا كنتواجدوا في زوان، حامه في زوان معروف بالفواكه الطبيعيه ديالو، الخضروات الطبيعيه. الناس اللي دخلوا عاد جداد كيسولوني في زوان فين جا وبشحال بعيد على مدينه بركان وبشحال بعيد على مدينه وجده. حنا غادي نقربوا المسافه وغادي نقول لكم بانما في زوان بعيد على مدينه بركان بواحد 15 كيلومتر تقريبا، ومعروف بالمنتوجات الطبيعيه ديالو، الخضروات والفواكه كاع كامله اللي كتباع هنايا في حامه في زوان هو طبيعي. بالنسبه للناس اللي كتسول بشحال كراء المحلات هنا في زوان، كاين 70 درهم للنهار تقريبا، 70 درهم 80 درهم للنهار، ها هما المحلات هنايا في زوان. تبارك الله، تشوفوا الطواجن تبارك الله، 70 درهم للطاجين. بس نشوف الله يلا يعيشها اخويا. مرحبا بكم عند بو ميراز. الله يحفظك، عرض علينا اخويا. ارواح مرحبا بكم، ها هو الطاجين نقول له راه طايب. ها تبارك الله، روحوا عندي نتهلا فيكم. تبارك الله، ها يا 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 شوف يا هذيك. تبارك الله، الله يحفظك. وشنو فيها وشنو يعني فين خصك تمشي بالنسبه للمنطقه الشرقيه. وهذه المعلومات اللي كنقدموا هي معلومات بسيطه بطبيعه الحال وللناس الجداد بطبيعه الحال اللي يدخلوا للقناه. اما القدماء راهم عارفين في زوان وعارفين الرقاده وعارفين بركان وعارفين وجده، وتقريبا المنطقه الشرقيه راه محسوبه على رؤوس الاصابع. وكنحاولوا نعطيو المعلومه للناس اللي يدخلوا على الجداد، وكاين الناس اللي كيتبعونا من انحاء العالم بطبيعه الحال، من مصر والسعوديه
اخوتنا جزائريين ومعلوم مجموعه من الاصدقاء كنحاولوا نقربوهم مناطق سياحيه في المغرب. تحياتي لكم اخوتي، وخليكم مع الفيديو وبارطاجوا القناه، واللي يدخل على الجديد يشترك في القناه باش يوصلوا ان شاء الله للجديد ويدعمنا ان شاء الله. تحياتي لكم. مرحبا بكم في زوان، المنتوجات الطبيعيه تبارك الله، القرعه، الجوله الصباحيه باش نشاركوا معكم الاجواء ديال في زوان. خيرة مولانا تبارك الله، الفاكهة سميتها لودراغو، أول مرة كتدخل مدينة بركان في زوان. لودراغو كدير 80 درهم الكيلو، كتجي من الشينوا هادي الفاكهة، أول مرة تدخل معرفش المذاق ديالها كي داير. سميتها لودراغو، كتجي من الشينوا، أول مرة تدخل لهاد المنطقة هادي ديال الشرق. هذه غنية عن التعريف، تبارك الله، هذه كذلك غنية، السبوتي غنية عن التعريف، منطقة هادشي كتشوفو فيه دايما تاع المنطقة. واه خويا عنق الحمام تبارك الله، تبارك الله، المنتوجات الطبيعيه ديال المنطقه، النعناع تبارك الله، تاهو الجوده ديال المنطقه تبارك الله. ملويزه، واه وليد تبارك الله، تبارك الله، دبي يا وليد، الله يلا تبارك الله، تشهي تبارك الله، لا لا ولا ولا تبارك الله. المنتوجات الطبيعية تبارك الله ديال البلاد. الجودة. الشيشة. البوش. اللي ما راهش يقدر يجي في زوان أنا نديرو في زوان حتى لعندو. مرحبا. يشوف المنتوجات الطبيعية ويشوف كل شيء. تبارك الله. إيوا هادي هي في زوان. الجودة وليدي، هادشي باش معروفة المنطقة تبارك الله، غير بالخير تبارك الله، عمق الحمام تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، المنتوجات الطبيعية والزرع والشيشة، الشيشة تاع المرمس تبارك الله، تاع اللبن، تاع التفوار، السميطة تبارك الله، الله يحفظك، شكرا تبارك الله، مراكشية، واه الببوشة وليدي تبارك الله، معطر تبارك الله. هذه هي الجوله ديالنا في زوان، كيف ما عودناكم كل مره نجيب لكم الجديد. انا وليدي القنيش تبارك الله، عنده الفوائد كبيره ديال الصحه تبارك الله. الهنديه هو اللبن تبارك الله، اللبن الطبيعي تبارك الله، معروفة في زوان بالمنتوجات الطبيعية. النعناع دير عاد باقية، خرشف تبارك الله، المنطقة هذه غنية عن التعريف، معروفة بالمنطقة ديالها، الفوائد ديال الفواكه تبارك الله. تقريبا كاع المنتوجات اللي كيتباعوا هنايا طبيعيين، كلشي ديال البلاد، هذا هي اللي كتميز بها في زوان تبارك الله، منطقة تبارك الله، ببوش تبارك الله، الزفيس شحال راه يدير؟ 60 درهم الكيلو تبارك الله، تبارك الله، هاد العام يبان لي غلا، واش فقود ولا كيف؟ لا عاد راه عاد بدا يذوق تبارك الله، هادي نقصع تبارك الله، انتم تشوفوا الخيرات ديال الله سبحانه وتعالى. بيدو هندية، منطقة في زوان، الأرانب، الأرانب تبارك الله، منتوجات طبيعية تبارك الله،
مالويزة مالويزة واه تبارك الله. كي داير الحركة شوية في زوان هاد العام شوية داو مزيان مزيان الحمد لله. الحمد لله خيرات الله سبحانه وتعالى منطقة الزوان الطواجن كيف دير؟ مزيان هذيك وحده شحال دير؟ اه يا تبارك الله تبارك الله. شحال يدير الطاجين؟ 70 درهم الطاجين الله خير تبارك الله ديال مولانا تبارك الله عز يا 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 صافي يا هذيك تبارك الله الله يحفظك العسل هل تعلم المنطقة هذه؟ لا نجي أكادير أكادير زيت أرقان والعسل 120 درهم هذه ديال الليم والبرتقال وهذه ديال من؟ بسمية ما تكتبش فيه معليش زعتر لا؟ الدغموس هادشي اللي كتشوفو فيه في زوان